تسعة من الأسلحة، والنهاردة احنا بنعمل لكم شرح جديد لقطعة جديدة. والمرة دي الفيديو مختلف شوية عن كل الفيديوهات اللي فاتت، لأن المرة دي احنا مش بنشرح قطعة واحدة، احنا بنشرح قطعتين، وهتعرفوا ليه بنشرح قطعتين. علشان احنا النهاردة بنشرح الولتر الألماني بطريقة مختلفة شوية، لأن الولتر الألماني دايما مختلف، والولتر الألماني حاجة كويسة جدا، والولتر من الحاجات المحترمة قوي اللي احنا بنحب نتعامل معاها. يعني احنا بس نحاول زي ما انتوا شايفين كده، دي علب الولتر، تمام، دايما حاجة مختلفة. طب احنا المحل بتاعنا شغال من امتى؟ المحل بتاعنا شغال من 2016 مع 2018، بس احنا شغالين في السوق من 2016، والحمد لله قدرنا نثبت نفسنا. احنا من اول المحلات والمحل الوحيد لحد الان اللي بيعمل ضمان ضد عيوب الصناعة فترات من اول 3 شهور لحد سنتين ضد عيب الصناعه. في عيب صناعه يجيب المسدس ونديك مسدس غيره، يقول لك مبروك كسبت واحد جديد. ده ليه؟ عشان احنا واثقين جدا في المنتج بتاعنا، وعارفين المنتج بتاعنا كويس قوي، وعارفين ان احنا شغالين صح، مش شغالين مصلحه، احنا شغالين دايما، مش شغالين وقتي بس. فاحنا مش بناخد بيعه كده وخلاص، لا، احنا نربي حد يفضل يشتري مننا على طول. النهارده بنشرح الولتر الالماني، واحنا قلنا قبل كده وبنقول تاني ان شركة وولتر هي من الشركات القليلة جدا اللي في السوق المصري وفي السوق كله اللي بتعمل الصوت بتاعها، هي اللي بتعمل الحي وهي اللي بتنفذ الصوت بتاعها. خلي بالكم الموضوع ده كبير، ان هي بتنفذ حي وصوت في نفس الوقت، ان اغلبية الشركات التانية بتنفذ حي وبتدي التصميم لشركة صوت تطبعه وتديها منه فلوس. ده الشركة الوحيدة اللي بتنفذ حي وصوت، مش صوت بس، مش حي بس، لا، بتنفذ الاثنين. فده بيدينا جوده جامده جدا في المسدس الصوت بتاعها، وده هنعرفه دلوقتي. النهارده هنشرح مسدس B22، وهنشرح ده الاول وهنقول لكم ليه ده الاول وبعد كده الثاني. الاول العلبه بتاعت المسدس، تمام، دي العلبه بتاعته، احنا تمام كده. ده الولتر الألماني أوميركس، تمام، ده الكيو آر كود بتاعه، دي كده واضحة مطبوعة، حتى العلبة باسمه، يعني بيخش بعلبه الأصلي. ده 8 ملي، ده B99، قصدي B99، تمام، 8 مللي. ده الكتالوج بتاعه، طبعا مكتوب فيه بقى كل حاجه عنه، لازمه والتصميم والقطع اللي فيه، يعني احنا بنتكلم في حسبه مثلا 44 قطعه. خلي بالكم مسدس الصوت الميكانيزم بتاعته مختلف عن مسدس الحي، عشان لو حد بيفك حي فك معاه فك صوت، ده ما منصحوش بالموضوع ده خالص. طيب ده المسدس اهو، مسدس من الحجم الكبير، يعني ده حجمه في الايد اهو، تمام، زي ما انتم شايفين كده، ومطبوع عليه بس مش حفر بارز، ان هو ميدين جيرماني، يعني هو برضه مبينها لكم، تمام. غير البي 99، بي 99 مش مطبوع عليه، مكتوب عليه بس، تمام. ده حجمه في الايد، وحجم كويس، يعني حجم محترم قوي، حاجة محترمة جدا. هو شبه البي 99 سبيشال فورس بتاع الولتر برضو، اهي دي الخزنة بتاعته زي ما انتوا شايفين كده، واضحة جدا اهي. ناخد بصة كده كاملة على المسدس تاني، مقابض، خزنة، الخزنة بتاعته على فكرة 16، خزنة قوية، دبل ستاك. دي زرنخة الزيت بتاعته اللي هو لسه طالع، لسه طازة، كان مركون طبعا في متخزن ولسه طالع عشان الناس تبتدي تشتري. وده طبعا الطبة بتاعته، حابب برضه نبين الطبة بتاعته،
داخلي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. مش عارف معلش لا مؤاخذة متأسف جدا. طيب بس ده بس مش ظابطة خالص، هتظبط اوتوماتيك اهي. طيب ادي هو يا جماعة، ده المسدس الوولتر، ده الناس في نسخة منه حي بالظبط، وولتر برضه نفس الشكل، هي نفس المفتاح، نفس المفتاح اللي احنا برضه نميز بيه الوولتر، المفتاح بتاعها في اخر مش في الزرار، في المحيط بتاع الزنات نفسه. ده عيار قد ايه؟ ده عيار 8 مللي. تمام، العيار ده عياره 8 مللي، حتى هو مكتوب عليه اهو 8 مللي ميد ان جيرماني. تمام، برد الصنع طبعا احنا ذكرناها قبل كده، وهي مكتوبه مرتين، مره حفر اهي بارز، ومره اهي مكتوبه الخزنة بتاعته زي ما احنا لسه قايلين برضو متكلمين عنها، دبل ستاك 16 طلقة اهي. نجربها برضو على الطلقة 8 مللي الأومريكس. احنا النهاردة اصلا في مفاجأة كده، لو انتوا واخدين بالكم لحد اخر الحلقة كده تيجي نتكلم عليها. حلو، هي ان المسدس ده هتشوفوا منه حتة مختلفة شوية، ايه هي دي هنخليها في الاخر نبتدي نتكلم عليها. طيب احنا دلوقتي بنعبي اهو، ده فهمت. طيب نطب جوه، يلا طبعا عشان لسه جديد الموضوع، لسه ايه ريلاين، احنا ممكن نركبها تاني عادي ونشتغلها تاني لما يعمل معاك كده. هو لسه جديد ده عادي، ليه؟ لسه سوسته كلها ما اشتغلتش، محتاجه زيت وتشتغل. تمام، احنا لما نيجي نجربه تاني هتشوفوا انتوا الموضوع بقى تلاقيه سهل. لسه المسدس بيقول يا هادي، بص السحبه اللي هنتكلم فيه، ان المسدس قوي جدا حتى في سحبته، مسدس من المسدسات الحلوه قوي. معلش انا مش عارف بقفل ليه دلوقتي احنا لسه في نص الفيديو. طيب زي ما انتوا شفتوه كده، تمام، ده بالنسبه اللي هو الضفر اللي بيسحب الطلق. طيب نظام الامان ده قطعه فيها عيب بقى، او في ناس انا شايف فيها عيب، بس هو نازل النسخه بتاعته كده ما فيهوش امان، فامان انك تسحب الخزنه ده ما فيهوش امان خالص، من غير امان. هو اصلا شاكوش داخلي، بس الشاكوش بتاعه من الشواكيش اللي فيها شريحه صلب، والشاكوش بتاع البي 22 برضه من الشواكيش اللي فيها شريحه صلب، عشان دي نسيت اقولها في الفيديو. تمام، نظام الضرب ده فردي سحب اوتوماتيك، ما فيهوش زرار تبديل، ما فيهوش اي حاجه، ده فردي سحب اوتوماتيك. تمام، طيب الاداء من انواع الرد الفعل بتاعها عالي قوي، يعني رد فعله كويس، رد فعله اللي انت بتمسكه في ايدك هتحس ان انت ماسك حاجه محترمه جدا. الالوان ما بينزلش منه غير اللون الاسود بس، تمام، هو لون اسود بس، ولو نزل هيبقى نزل اجزاء بس، لو انت فكرت تنكل هتنكل اجزاء بس. تمام، هو اصلا يعني اللي يشوفه ما يفرقوش من الحي، لان هو نزل نفسه وهو شكل الحي بالظبط. الضمان ده عليه ضمان 6 شهور ضد عيوب الصناعه، في اي عيب صناعه بيتبدل عليه خالص. انواع الطلقات، بيستخدم طلقات الماني اومريكس او ايطالي، مش غير كده خالص، ما تفكرش تجرب عليه تركي، لان التركي هيهينه والتركي هيبهدله والتركي هيمرمطه وراه ويخليه ما ينفعش، يا اما الامريكس الايطالي يا اما الالماني. طيب
البصمة بتاعته، هل هو قابل للترخيص؟ طيب نمشي مع بعض كده واحدة واحدة. ادي الاول خالص، ادي والتر البصمة، وادي الموديل، وادي العيار، وادي صنع فين، وادي السيريال نمبر. يبقى كده هو قابل للترخيص، وعلى فكرة من ناحية واحدة موجود فيه كل حاجة. تمام. طبعا هو بيجي معاه فرشة وبيجي معاه الكاسة دي والكلام ده كله، ده الطبيعي يعني، مكتوب عليه الأمريكس وبيتصنع باسمه. يعني هو في والتر حي وفي والتر صوت، هو بيتصنع باسمه. طيب المفاجأة بقى اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي، هو ده 8 مللي. ففي ناس شايفة إن 8 مللي معيوب أو مش حلو أو الكلام ده كله، وخصوصا يقول لك ممكن ده مش موجود النهارده، ممكن الكلام ده كله. طيب في بقى هي نفس الحته متعدله، تعديله مصنع، المصنع بتاعها هو اللي معدلها، واعملها 9 مللي اهي. وهنجرب عليها العيار ال 9 مللي، هي اهي. تقريبا بالظبط هي يعني، مفيش اختلاف خالص. بالختم اللي على الخزنة في كل حاجة. عايزين بقى ايه دي؟ عملنا تعديلة المصنع اللي احنا بنحكي عليها اللي هي 9 مللي. تيجي نجرب 9 مللي، ده 9 مللي الألماني. تمام، هنجربه عليه. هو يفضل عليه ما يدبش غير الالماني او الايطالي، ويكون الطلق الذهبي. ليه؟ عشان حنين عليه. ثانيا التركي احمى شويه، وبيحتاج يعني ممكن عشان انت شويه طلق، بعد كانك بتحط المرسيدس تحط لها سولار، ولو تحط لها بنزين 80، ما اظنش انه ينفع يعني. فاحنا لا، احنا معانا حاجه غاليه ومعانا حاجه محترمه، هنحط لها الطلق المحترم بتاعها، البنزين بتاعها. نسحب دلوقتي. زي ما احنا قلنا لكم الخزنه لسه مش ملينه، ما خدتش الطلقه على طول. ليه؟ عشان لسه جديد. لما يحصل معاك كده هو جديد، تبقى انت عارف انك ناقصه زيت. تمام، ناقصه شويه شغل مش اكتر. تمام، وهو اصلا كده كده الحته نفسها تشوفها شكلها مرعب، و9 مللي كمان. يعني العيب اللي كان فيه المصنع تفاداه واشتغله 9 مللي. طبعا على الحامي لما انت تكون بتضرب الموضوع بيكون احسن بكتير. تمام، دي بقى كانت المفاجأة اللي انا بكلمكم عنها، ان هو 8 في منه 9. التسعة بقى في الألماني بيكون أرخص وأحسن وأفضل. حلو، هو سعر الطلقة واحد بس كده كده. أنت بتقول الناس اللي شك إنه ممكن يبقى مش موجود أو مش متوفر، لا هو متوفر وموجود على طول، 8 مللي. تمام. طيب إحنا بنطلب منكم إيه دلوقتي؟ لو أنت مثلا طالب أي نوع من الاتنين بتكلمنا على الواتساب اللي هو موجود عندك قدام الفيديو على طول، و او فيه تلاقي اللينك بتاع الواتساب موجود، تتك عليه وهحولك على طول على الواتساب عندنا، او اللايك بتاع القناه، ان احنا كده في قناه جديده ودي بتتعمل، هي معموله واحنا بس دي ننزل اللينكات بتاعتها على القناه. طيب او ممكن تخش تشتري من على المتجر بتاعنا اللي احنا حاليا برضو شغالين عليه، هنحسنه ونظبطه، وهو يخش الجروب اللي هو بتاع الفيسبوك ان شاء الله، ده هيكون شغال مع على طول. يعني الفيديو ده هو نازل يكون الفيديو الجروب شغال والناس اوريدي بتبتدي تخش عليه. طيب احتجت اي حاجه بتكلمني، بتتواصل معايا، اكيد في شغل الايام الجايه كويس. احنا الايام الجايه ناويين نفتح رحلات الصيد البري والبحري، بحري مراكب في البحر باليومين وبالثلاثه وبالخمسه، وبالنسبه للبري بيكون في صيد بري في اماكن معينه، طبعا فيوم، الساحل، الكلام ده كله اماكن كويسه وقت الصيد. طبعا خدمه وكامبينج وجو محترم قوي 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 قوي. تمام، بس احنا كل اللي طالبينه منكم انكم انتوا تعملوا دلوقتي لايك وشير على الفيديو، وتعملوا لايك سبسكرايب للقناه، اشتراك في القناه عشان لما يجيلكم اي حاجه، ويرتفعوا زر الجرس
علشان اول ما يجيلكوا اي حاجه ده اول ما ننزل اي فيديو تبقى عارفين ان احنا نزلنا فيديوهات، تتابعونا على طول كده، خليكم دايما معانا. حد احتاجني على الواتساب انا موجود، مش لاقيني متاح على طول كلمني على الواتساب. حد محتاج اي حاجه انا اوريدي يتصل، مش متاح برضو خليه معايا على الواتساب عشان ممكن يبقى الشبكه وحشه شويه الايام دي، معلش. واحنا بنحاول نخدمكم على قد ما نقدر، خليكم معانا تابعونا دايما. كفايه بس انك تتفرج على الفيديو لحد الاخر، ده لوحده بيساعدنا. كفايه انك ترشحنا، لان الحمد لله احنا مترشحين الايام اللي فاتت، ناس كتير وناس كتير اشتغلت مننا بناء على انهم مترشحين من ناس تانية بس. ولو احتجتوا اي حاجه احنا معاكم في اي وقت. معاكم محل تعمير الاسلحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.